بتعاني من تقصف وتساقط الشعر ومفيش اي علاج نافع معاكي، دايما بتعاني ان شعرك خشن وفيه تجاعيد ومفهوش نعومة، طب دايما شعرك بيقع من الجذور حتى الاطراف. النهاردة جايبالك الزيت اللي هيغنيكي عن كريمات ومنتجات وزيوت كتير ووصفات طبيعية. الزيت ده مميزاته كتير، اهمها ان هو مركب دوائي بيحتوي على كتير من الزيوت الطبيعية اللي تعتبر مرطب وفي نفس الوقت بتعالج التهابات الموجودة في فروة الرأس. برضو من الحاجات المفيدة فيه ان هو بيساعد في علاج تساقط الشعر وبيمنع تساقطه وبيحسن من نعومة الشعر. هو زيت ريس، تعالوا يعني نتعرف اكتر على سعره، مميزاته، تركيبته، مكوناته، ايه السر ورا ان هو بيخلي الشعر يطول ويبقى ناعم في وقت قليل كده. لكن لو اول مره تشاهديني فاهلا بكم، انا ايمان ودي قناتكم قناه جمالك طبيعي بالوصفه. اشتركوا حالا في القناه وفضلا وليس امرا لايك للفيديو. زي ما قلت لكم ان زيت ريس من الزيوت الطبيعيه المهمه جدا اللي بتعالج اول حاجه، بتستخدم في علاج الشعر اللي بيعاني من التقصف والتساقط، بيساعد في التخلص من تكسر الشعر، بيديكي ليونه ونعومه، بيقوي الشعر من الجذور حتى الاطراف وبيغذيه كمان، بيضاعف من نمو الشعر لانه بيحتوي على مكونات بتدي لشعرك كثافة بشكل زيادة، بيقوي الشعر من الجذور حتى الاطراف وبيعوض الشعر الزيوت اللي فقدها نتيجة سوء التغذية او نتيجة استخدام منتجات سببت تلف الشعر وتساقطه، بيعالج الشعر التالف واللي تعرض لعوامل خارجية زي اتربة وتعرض للحرارة، بيساعد ايضا في تنعيم الشعر لو كان جاف. طيب بالنسبة لطريقة استخدام الزيت، مهم لما نيجي نستخدم الزيت نغسل الايدين كويس جدا قبل وضعه في كل مرة، بيستخدم مرة في الاسبوع للشعر الدهني، مرتين في الاسبوع للشعر الجاف، وبيتم وضع الزيت على شعر مبلول، والافضل ان بيتم استخدامه بعد الاستحمام. بناخد كمية صغيرة، كمية تكفينا من الزيت، بيتم توزيعها على الشعر من الجذور حتى الاطراف مع تدليك الراس عشان نساعد في تنشيط الدورة الدموية. لو استخدم بكمية كبيرة او لمدة طويلة قد يحدث عند بعض الاشخاص الشعور بالحكة الجلدية البسيطة الى متوسطة، حساسية من الزيوت الموجودة زي احمرار حكة او طفح جلدي، والشعور بالوخز او الحرق بالحكة. ما ينفعش نستخدم الزيت في حالة وجود حساسية من المواد الموجودة في مكوناته وتركيبته. بيعتبر الزيت ده علاج تكميلي بيعالج تساقط الشعر، ولكن مهم ان احنا نراجع الطبيب اثناء استخدامه، ما ينفعش نستخدمه من تلقاء نفسنا عشان نعرف المده اللي احنا نستعمله فيها. يحظر استخدام الصبغات او الحنه في فتره استخدام الزيت. نحاول ما نعرضش شعرنا للحراره او استخدام المكوى، ويمنع وضعه في حاله وجود قشره في فروه الراس. مهم الاول نعالجها وبعدين نستخدم الزيت، وما نستخدمهوش ابدا بجرعات عاليه عشان ما يسببلناش اي اعراض جانبيه احنا في غنى عنها. نلتزم بالجرعات اللي يحددها لنا الطبيب على حسب الحاله وتشخيص المشكله المرضيه. يحذر وضعه تماما في حاله وجود جروح مفتوحه، خدوش وغيرها. نستخدم الزيت فقط من غير ما نمزجه مع زيوت اخرى او مواد اخرى عشان ما يحصلش فعاليه مع استخدامه، ونبعده تماما عن منطقه العين والانف والفم عشان ما يحصلش اي تهيج فيهم. واتمنى في نهايه حلقه اليوم ان انا اكون قدمت لكم معلومات تفيدكم. انت لو عندك معلومه اخرى يا ريت تشاركينا بيها تحت في الكومنت. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. جه دوركم دلوقتي ان انتوا توصلوا الفيديو بقى لاكبر عدد من الناس عن طريق ان انتوا تعملوا شير للفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، وكمان ما تنسيش تحطي لايك على اللايك وشير للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. والفيديوهات اللي فاتتك يعني شوفيها لانك هتستفادي منها جدا، هي دلوقتي موجوده على الشاشه. دمتم حبايبي في امان الله.